خطوة لافتة أعلنت السلطات الأمنية في مأرب إلقاء القبض على خلية تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى صنعاء. ليست هذه المرة الأولى، إلا أن اللافتة هذه المرة هو الإعلان عن أن هذه الخلية كانت مشكلة من عناصر يمنية وسعودية. وبحسب موقع الجيش فإن الخلية مكونة من 4 أشخاص يحملون الجنسية السعودية دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية، واثنين يمنيين كانوا يسهلون عملية الانتقال للعاصمة صنعاء. بنظرة سريعة لا شيء يوحي بأن هؤلاء السعوديين جاءوا لافتتاح مشاريع خيرية أو حتى دعم ميليشيا الحوثي في حربها على اليمنيين، وهو ما يبقي على احتمال وحيد لا سوى قدم هؤلاء السعوديون للحصول على التدريب اللازم لنقل التجربة الحوثية إلى الداخل السعودي، ذلك هو ما يقوله المنطق. بحسب مراقبين فإن هذه الخلية تكشف عن مستور طالما كان يتم الحديث عنه ولكن بشكل محدود، وهو سعي ميليشيا الحوثي لإيجاد امتداد لها داخل الأراضي السعودية، خصوصا مع وجود مركز هذه الميليشيا على الحدود الجنوبية للمملكة والتي تتشابه في كثير من أوجهها الاجتماعية والدينية مع الجانب اليمني. جولات من الحوار والبحث عن تهدئة على الحدود بين الجانبين والكثير من رسائل التطمين التي تبعثها الميليشيا بين حين وآخر، إلا أن الهدف الأكبر الذي وجدت من أجله ميليشيا الحوثي ما يزال هو المحرك الذي يجعل من أي تهدئة مجرد توقف لاسترداد الأنفاس. ابحث عن إيران التي لا تهدأ يقول البعض، فاليمن التي سقطت في يد أتباعها قبل 3 أعوام لم تكن سوى بوابة العبور الأكثر قربا من المملكة، فيما تبقى الجولة الأخيرة من المواجهة مؤجلة حتى اكتمال ظروفها، ويبدو أن العمل ماض في هذا الاتجاه ولم يتوقف.